اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر، ومن هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس نجدد الترحاب بكل مشاهدي قناه شوف تي في اينما كانوا واينما تواجدوا داخل الوطن او خارجه. اليوم نحن في ضيافه السيد مدير سوق الجمله هنا بمكناس وسوق الجمله اللي يعرف الراي العام واللي تابع معنا على قناتنا قناه شوف تي في، كان يعني مسرح لواحد الحريق اللي كان يعني بفعل فاعل او فعل او مجهول اللي يعني خلق واحد خسارات بالنسبه للتجار وخلق واحد الحاله ديال الهلع هنا بالسوق السوق الجمله هنا بمكناس. اليوم معنا السيد المدير فتوجهنا ليه بعدد من الاسئله واللي كان سبق لنا كما تابعتوا معنا مشاهدينا، كان عندنا عدد من اللقاءات لا مع الناس اللي النقابات ولا الجمعويين اللي الجمعيه اللي كتاثر التجار، كذلك كان عندنا لقاء مع التجار مباشرة. واليوم في إطار تغطيتنا لهذا الملف هذا احنا مع السيد مدير المرفق من أجل أنه ناخذ من عنده مجموعة من المعطيات ومجموعة من يعني في إطار الاستماع لكل أطراف هذا المرفق. السيد المدير مرحبا بك معنا على قناة شوف تي في وشرفتينا اليوم تكون معنا إن شاء الله ضيف عزيز وغالي على القناة. نتمنى أنه تكون الأسئلة ديالنا يعني ماشي أسئلتنا، هذه أسئلة الشارع المكناسي وأسئلة التاجر المكناسي، تلقى ان شاء الله الصدى وتلقى يعني حتى الجواب المقنع والشافي اللي غادي يعني يطمئن حتى الراي العام. نتمنى نكون عند حسن. مرحبا بك استاذي، في بدايه هذا اللقاء هذا نقدروا يعني تقدم لنا المسرح وتفضل معنا يا سيد صفصاف توفيق مدير سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه مكناس لازيد من 22 سنه. وكيشرفني على انني كنت دائما يعني في جانب تجار السوق وفي جانب ديال الاداره بما يرضي الله بالحق والقانون. نعم استاذي، يعني كما تبعتوا تبع الراي العام مثلا شافوا الحريق اللي كان، وهو ماشي الحريق الاول فهو على ما سمعنا من الناس انه الحريق الرابع في المسار ديال هذا السوق اللي تاسس سنه 1970 ولم يطرا عليه اي تغيير او كما كنقول اي ما كان حتى شي ديفلوبمون لا المنشاه يعني كمنشاه. ممكن توضح لنا هذه الحويجات وهذا الشيء اللي سمعناه عن التجار؟ السوق يعني تاسس في 1970 ويعني من الصعب باش تدخل عليه تعديلات لانه يعني اداره الجماعه مجلس ديال الجماعه ارتأى باش يدير واحد السوق جديد اللي يكون جهوي وغادي يكون يعني كيشرف مدينه مكناس، وهذه كانت من اولويات ديال المجلس ديال مدينه مكناس اللي ارتأى باش يكون هذا السوق يمشي يعني خارج المدار الحضاري ويكون يعني في واحد المعلمه اللي كتشرف مدينه مكناس اللي هي مدينه فلاحيه الدرجة الأولى. أما باش تدخل واحد التحسينات ولا واحد هذا يعني من الصعب. كانت آخر لمسة اللي دارت في هاد الآونة الأخيرة هي واحد المكان مخصص للصناديق، وهذه كان هذا المشكل كان كيرهق السوق والإدارة ديالو بحكم أنه ما كانش واحد المكان يعني منظم. وهذا حاليا يعني مع هذا الوباء ديال كورونا وكانت الفرصة يعني مواتية، وكان واحد المجهود من قبل السلطات على اساس انه دار واحد المحل خاص بالصناديق، وفعلا دار وهو بمعايير يعني جيده. كيقولوا انه ما كافيش. ماشي ما كافيش. البعض يعني استحوذ على واحد المكان اكبر من النصيب ديالو. يعني بواحد الشكل يعني هذا كنا كنتمناو على ان الاخوان ديالنا التجار يتساعدوا بيناتهم ويتفاهموا على اساس كل واحد يدير واحد يقبض واحد المحل ويدير فيه غادي يكفيهم، ولكن مع الاسف الشديد احنا مازال هذا الموضوع مازال ما كملناش، وكان اقتراحات على اساس انه تكون اعاده القسمه وعلى ان كل واحد دابا حاليا الناس اللي ضروا راه ما كيقلبوا على مكان باش يكونوا تما في هذا، وحنا مضطرين باش نديروا في الاطار استاذي. يعني السوق كيعيش عدد من المشاكل التنظيميه على المستوى يعني لي مودياتور الوكلاء اللي كيتسموا الوكلاء ديال التجار. سمعنا انه يعني مده الانتداب ديالهم سالات في شهر 5 2020، الان كيشتغلوا بطريقه يعني ما دارش شي مباراه وراها ما تمش تجديد.
القرار باش الاشتغال ديالهم، يعني تقريبا الان حنا داخلين 18 شهر كيشتغلوا بطريقه نقدروا نقولوا عليها غامضه، يعني ما مفهوماش قانونيا، نقدروا نتفهم لنا نتايا وتقربنا منها. هو صراحة راه ما كورونا ما يعني كانت المباراة دارت يعني جميع الترتيبات، ويعني السلطات واخدة المسائل دائما بالنسبة لهاد وكلاء أسواق الجملة يعني بالأهمية اللازمة، وداروا اجتماعات في هذا الصدد ما بين السلطة المحلية وما بين الجماعة. من يقرر في تعيين هذا الوكلاء؟ كتكون لجنة مختلطة ما بين المتدخلين في لا لجنة مختلطة ما بين الجماعة وما بين السلطة ما بين العمالة، واللي كتحط واحد المعايير، ومن خلال ديك المعايير تيتم اختيار الوكلاء، ماشي بعبث ولا وانما بهذا الشكل هذا. يعني المعايير واحد العدد المعايير، منها السكنه تكون واحد المده كبيره، يكون السن، المعرفه بالقوانين المسيره، القانون المسير للسوق، العدد ديال يعني المعايير من خلالها كيتعزلوا هاد الوكلاء. بعض الاخوان يوم امس اللقاء ديال امس اثاروا واحد النقطه ديال انه كاين بعض المتقاعدين، الموظفين المتقاعدين الان خذوا مناصب هنا داخل هذا اللي كان في سجن الامن، هل كان في موظف هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، ما كاين حتى شي قانون. متقاعد من حقه يستافد، لان الوكيل هذه مهمه وكيل هي امتياز، ولكن هذه في حاله الا ما كانش عندنا، الا ما كاينش، كاين خصاص وما عندناش اللي غادي يخدم وما كاينش ناس ملمين. انا كنعرف انه في نفس الوقت يعني على حساب انا دائما كنطلق من المعطيات اللي توفرنا عليها هنا من السوق، انه كاين ترشيحات ديال الناس اللي تقريبا 30 عام وهي كتشتغل هنا في السوق وما تقبلهاش. حنا كنناقش معاك هذا الموضوع، شوف يعني باش تفهم على اساس ويفهم الناس هاد العمليه ديال اختيار الوكيل. نعم. ملي كيكون ياك ما كيديرش دوبل فونكسيون، ما خصوش يكون خدام، ياك هو ريتريتي، ولكن الا كان غيجيب واحد الاضافه والمعايير اللي تحطات يعني كيستجب لها، واخا يكون واحد الانسان في هذا المجال 30 سنه ربما تكونش عنده واحد المعايير اللي ما كيستجب لهاش. انا ما كنقولش يعني على اساس ان اللي يخدم في هذا المجال، لا، راه كاين 50% ديال المقاومه لا تناقش، كاين 20، ولكن ملي تكون المباراه على اساس تكون واحد النسبه. نعتذر مشاهدينا على هذا القطاع خارج عن ارادتنا بفعل يعني ضغط الطبيب والشبكه. استاذي كما النقطه اللي باغي نشير لك، قلتي كان المعيار ديال الكفاءه هو الاول اللي كتخدم عليه اللجنه اللي غتختار هذا. ايه واحد العدد ديال المعايير. نعم. منهم المعرفه بالقانون المنظم الاسواق، يعني السن، واحد العدد ديال المعايير. اخوان اشاروا يوم امس يعني فاش كنا هنايا يعني في اللقاء، دائما انا كنرجع من خلال اللقاءات اللي خديت الخلاصات اللي خرجنا بها، انه كاين يعني تباعد يعني كما نقدروا نقولوا الولاءات الحزبيه، مثلا اللي كنسمعوا ان مدير حمله سابق ديال واحد الحزب معين من بعد سبحان الله من بعد الحمله قرر سوء انه انا شوف الحالات اللي شوف مادام كاين يعني السلطه حاضره في هذا الموضوع، احنا ما كنشوفوش الاشخاص من خلال الولاءات ولا من خلال هذا. انا الاقتراح ديالي هادشي انا ما نقدرش نجزم به، لانني اولا لست عضوا في اللجنه، وثاني حاجه لا يعني لا يكون من حزبي ولا غير حزبي اللي كتوفر فيه الشروط من حقه يمارس. نعم. فهمتي؟ وراه حتى في الديمقراطيات في العالم راه حتى لا كان هذا، راه ملي كيجي واحد الحزب تيحكم راه هو تيدير الناس ديالو ماشي عيب. لان عندنا في هذا الاطار ديال الوكلاء، لان الوكلاء الناس ما عارفينش هذا الوكيل، ما كان ممكن استاذي انك تعطينا الدور ديال الوكيل وفين كتبدا المهام ديالو وفين كتنتهي؟ اطار التعريف هذا مهم داخل السوق، لانه الوكيل القانون ديال 62 تيعطيه جميع الصلاحيات. من استخلاص، من السهر على يعني التنظيم داخل المطبعات، من هو اصلا الوكيل القانون هو كيهضر عليه تيقول بانه هو اللي خصو يجلب السلع وخصو يبيعها ويستخلص 7% ويعطي للجماعه النسبه المتفق عليها يعني اللي هي مسطره وياخذ النسبه ديالو.
نهار اللي اصبح التاجر هو اللي تيقوم بهذه المهمه على اساس هو اللي في المربعات، يعني ولا هو كيسهر على التنظيم وعلى الاستخلاص وبعض الامور اللي هي يعني كتهم العلاقه ديالو بينه وبين التاجر. يعني هذا هو الدور ديالنا. بالنسبه لكم انتم كاداره ديال السوق، يعني علاقتكم مع الوكيل؟ كان العلاقه ديالنا مع الوكيل خصنا نكونوا في نفس الاتجاه، هو السهر على الاستخلاصات والتسيير ديال السوق والافتتاح، ويعني ويكون واحد الامن غذائي بالنسبه للمدينه. نعم. يعني خصنا نسهروا في هذا الاتجاه هذا. كاينه بعض يعني بعض المشاكل التنظيميه اللي كيعيشها السوق الاوسطي، كان ممكن انه تعطينا يعني الاسباب الحقيقيه وراء هذه المشاكل اللي كيعيشها السوق. مشاكل عادية بالنسبة لنا، ولو أنه يعني أطراف أخرى كيظهر لها بأنه دوك المشاكل راه هي كيقول كل واحد راه هي هنا اللي كاينة، هاد المشاكل راه هي متواجدة في جميع الأسواق. أولا الضيق، السوق ما بقاش كيستجب بالنسبة لحجم الشاحنات اللي ولات كتدخل له، كان شاحنة فيها 6 متر راه ولات فيها دابا 14 متر. الصناديق الفا لا دابا راه كان تيجي 30 طن، كاميو كيهز 30 طن. كانت عندنا مشكل، عندنا مشاكل اخرى هي الصناديق الفارغه اللي متواجده يعني داخل المربعات والى اخر ذلك. يعني الطريقه ديال التدبير ديالها مثلا بحيث هذه الحاله كان في جميع الاسواق، يعني النموذج اللي تيكون هو مزيان هي اللي تتكون المربعات، وكيكون في الجهه المقابل ديالها كيكونوا اماكن مخصصه للصناديق، كتسهل على التاجر يعني باش يحط الصناديق ديالو وتكون محميه، وفي نفس الوقت ما كيديرش بها عرقله. دابا هنا حاليا كنعياو ما نقوموا بهذه العمليه ديال المنعوع والصناديق باش تدخل، ولكن السوق مفتوح في جميع الاوقات، ما غيمكنناش نبقاو حنا مراقبينهم من جميع الابواب. استاذي عندي نقطة أخرى تطرقنا لهذا المشكل التنظيمي، ولو أنه يعني إجاباتك كتكون يعني إجابات يعني دبلوماسية بواحد الطريقة. لا دي الصراحة. يعني بالنسبة يعني المستوى البنية التحتية ديال هذا السوق، يعني كان مشكل مثلا غير هذا الحريق الأخير تبين أنه ما كاينش مثلا الناس اللي كارو ما مجهزينش، كل واحد مثلا على الأقل كل كارو فيه واحد 500 صندوق، ولا على الأقل أنا كنقول على الأقل ديما يعني واحد 500 صندوق، ما عندوش حتى اكستندور ديال العافيه، ما كاينش صنابير ديال الماء اللي ممكن تزود بها ناس الوقايه المدنيه، لقاو مشكل كبير ومشكورين والمجهودات اللي قاموا بها. احنا غنرجعوا لان السوق دار في 1970 عندنا هنايا عندنا بوش دا سوندي، وكانت الجامعه طلبات وجات اون كوميسيون، جات واحد اللجنه اللي شافت مع الوقايه المدنيه فين يمكن يتزادوا هاد لي بوش دانسونتي. يعني دارت ديك اللجنه ودات ما عاودش تكرر ذاك، ما عرفناش النتائج فين وصلت. ثاني حاجه يعني داخل السوق واخا حنا عندنا واحد 3 اكستانكتور غير كافي، ما كافيش. وبالنسبه للحريق اللي شعل لا اظن ان يعني راه واحد في واحد اللابس دو طون العافيه يعني شدات بواحد الشكل كبير. نعم. لا اكستانكتور ولا هذا، يعني جوج ديال الا كانوا جوج ديال دوك الشاحنات كبار ديال الوقايه المدنيه بالدراع باش تفاو، فكيفاش الاكستانكتور غادي يدفع؟ ولكن عرفتي علاش استاذي علاش تفاو بالدراع؟ لانه مثلا ملي كتجي الشاحنه الاولى كتفرغ الحموله ديالها كتطفي، يلاه كتطفي واحد الكوان، كتبغي دير الشارج، باش دير الشارج خاصها تطلع حتى للبساتين ولا حتى لحي اخر، ملي كتمشي كترجع درجه الحراره. احنا من حسن حظنا سوق الجمله راه يعني الوقايه المدنيه راه موجوده في يعني في الشارع اللي هو من الطرف الثاني، يعني راه كنا من حسن الحظ، ولكن يعني المجهود ديالهم كان السيد المدير كان دائما يعني شكرا على الاجابات ديالك، وغادي نرجع معاك لواحد النقطه بالنسبه لهذ التجار، يعني للتوضيح هذه النقطه خاصها توضح. بالنسبه للتجار الان اللي تعرضوا لمجموعه ديال الخسائر، سمعنا اللي مشات لي 10000 صندوق واللي مشات لي 5000 صندوق، واش كاين شي تعويض؟ واش كاين شي دعم لهاد الناس؟ واش ولا منهم لهاد مشاكلهم؟ سمعنا انه حتى التامين يعني ما كاينش بالنسبه لهاد السوق، يعني واش هاد الناس اللي كيشتغلوا داخل هاد المنشاه اللي هي كتبقى منشاه تجاريه ويعني تعتبر شبه صناعيه،
واش ما كاينش تامين هنا داخل هاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال ولا ما كاينش؟ هذا السؤال يعني نورمالمون خصو يتطرح على الناس اللي هما في المجلس واللي عند كي لا انا اللي نقدر نقول لك يعني الاخوان راهم يعني القانون راه ياخذ المجرى ديالو ويديروا الشكايات ديالهم المسائل اللي هذا والاداره الجماعه ما يعني انا كنقولها وهذا يعني كنشكروا الجميع كيتعاونوا من اجل يعني حتى التجار ناس متفاهمين وناس في المستوى عارفين ماشي شي وحدين اللي مأطرين لا هذا مسائل كتاخذ هي ديالها حريق راه اداريا انا تقدر تحرق ودار الاخر ودار الاخر يعني الاجراءات القانونيه هما راه غاديين فيها وكنتمناو من الله يكون خير. حتى استاذ باش نتفاهموا انا ملي كنقولوا داري ولا كنقول شي حاجه كتبقى شي حاجه بيرسونيل كتبقى هذاك المشكل. شوف اما ملي كندوي على تاجر عنده ار سي عنده ضرائب كيخلصها عنده تعشير كيخلصوا باش هو محمي ولا كان غيخلص هذا الشيء كامل في الاخر ما غيعقل عليه حتى واحد كما كنقول. لا اذا هذا السيد راه منو الوالد راه مريسكي. لا شوف ملي كتكون يعني شوف ملي كتكون اجراءات قانونيه سليمه ضروري كيكون واحد النتيجه تكون سليم ويكون الانسان اللي فعلا تضرر يكون كيهضر بالصراحه اللي مطلوبه وهذا الشيء اللي اتفقنا مع الاخوان الاخوان عطاوني هنا كاين واحد السؤال يعني هنا بالنسبه للاسواق العشوائيه واللي محيطه بالسوق وفي المدخل ديال السوق واللي كتعطي واحد الصوره شويه نيجاتيف للونتوراج ديال السوق خصوصا انه دابا التوسع العمراني جمع لكم كنشوفوا لي زيموبل دابا الان مولاو قراب عندكم اذا يعني انت الصوره عطيني واحد الصوره خايبه على السوق شنو هي الاسواق اللي الاسواق المحيطه هنا في المدخل ديال يعني اسواق عشوائيه كنلاحظوا كاين في الرشاش كاين طويبلات كاين في الداخل هي يعني في جميع الاسواق كتلقى واحد الناس اللي راهما كيكونوا يعني هذا السوق هذا اللي كتهضر عليه في الجانب ديالنا هذا سوق ديال القزبر والمعدنوس فهمتي ويعني احنا بالنسبه لنا هذاك هو المكان واش ما طالبتوش ما دقيتوش ناقص ما ما ما, ما, ما شوف يعني ماشي سوق بالحجم اللي يمكن الجماعه تستثمر فيه لان المدخول ديالو شويه ماشي شي مدخول تقريبا ماشي شي حاجه لا تذكر ممكن تقربنا سمعنا ما كاين مونطون ديال 700 ولا 100 مليون في السنه واش كاين هذا ديال سوق الجمله ديال سوق الجمله ديال سوق الجمله هذا السوق هذا يعني بالنسبه لهاد السنه راه كان يعني مع كورونا وداك الشيء كان واحد المدخول اللي هو طيب وجيد يعني كانت سابقه 951 مليون وهذا الشيء راه هو يعني يعني بالفضل ديال العمل ديال جميع المتدخلين في السوق على راسهم يعني السلطات والتجار وكل شيء ساهم بقريب او من بعيد كل شيء في السؤال الاخير قبل ما ننتهي في هذا اللقاء هذا استاذي بالنسبه للمستقبل ان شاء الله بماذا تعي التاجر المكناسي والمكانسه عامه؟ كي انا بعدا كنشوف يعني واحد الطموح كبير عند التجار هادو اللي انا راه يعني والجميل تعيشنا واحد المده كاين اراده نعم ديال التجار وكاين فهم للاشياء يعني حتى العقليه ديال التاجر ما ماشي عقليه ديال التاجر القديم بالنسبه لي انا غير هذه 10 سنين راه دابا يعني ولاو كيقلبوا بجميع الوسائل باش يكونوا في اماكن ديال القرار باش يمكن لهم يشوفوا الرؤيه ديال السوق ديالهم الجديد وغادي يكون يعني سوق نموذجي بالنسبه لهم ان شاء الله على راس الاداره الا كان بالرغبه الجميع حنا هنايا باش ناديو العمل ديالنا ونساعدو في جميع راه كاين تيارات اللي كتقذف متناحره فهمتي ولكن حنا تنبقاو دائما واحد يعني واحد الصمام ديال الامان وكتغلب المصلحه العامه المصلحه العامه هي كل شيء شوف ما نجاملو حد ما نجاملوش حتى نفسنا ما نجاملو حد حنا مغاربه وخصنا نقوموا بالعمل ديالنا كما هو تبارك الله عليك رسالتكم استاذي في نهايه هذا اللقاء المباشر وكنشكرك عليه مره اخرى على اجاباتك ولو يعني كان بعض التحفظات ولكن على الاقل حاولنا انه نوصلوا لشي حويجات انا الجواب ديالي كان هو جواب ديال الاداره نعم هذا جواب ديال الاداره الاداره معنى انني انا الحفاظ على الاستقرار ديال السير العادي ديال السوق وعلى هذا التاجر انه يزيد واحد الخطوه للامام وعلى ان الجماعه نرفعوا من القيمه ديال قلت لك انا كاين بعض الاشياء
اللي هي كتبان لنا حنا ما كنناقشوهاش. هذا السوق هذا مثلا قلت لك انا الضيق ديالو والتقادم ديالو والتواجد ديالو داخل يعني المجال الحضاري هذا يشكل عائق. كنشغلوا واحد العدد كبير ديال الابناء الناس اللي كيعانيو من 18% ديال العطاله، ما نساوش هذه. هذا داك علاش ما يدارش يمشي بهذا؟ هذا هو داك الطوق. لا درنا لهم هذاك الشيء ماشي يعني دابا 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 هذا الحمال اللي كيكون هنا ولا اليد العامله ما كتكونش دائمه، كاين اللي كيخدم في واحد الفتره في الشتاء وكيمشي في الصيف، فهمتي؟ يعني ما يمكنلكش ضبط دوك العدد هو اللي كيبقى دائما، وما يمكنش للتاجر باش مثلا يخرجوا من العشوائيه ويخرجوا من ديك الفوضى ديال هذاك الجبل. هذاك الا بغينا نخرجوا من العشوائيه خصنا سوق جديد برؤيه جديده بطريقه ديال وعقليه جديده. كلمتك للمكانسه سوق الجمله ديال مدينه مكناس راه ماشي بداك الضرار وبداك الكلام اللي كيتقال عليه بواحد الشكل كبير وهذا لا، سوق يعني قايم بالمهام ديالو بالعمل ديالو، ما خداش حقه لانه كيقصو يكون سوق جديد ويكون في مستوى التطلعات ديال مدينه مكناس وديال الجهه كامله. شكرا لك استاذي، شكرا على التواصل ديالكم، ولو انه بعض الناس طالبوا ثبات وطالبوا بلالة زينب العدوي انها تجي وتبحث يعني وتشوف شنو واقع بالضبط داخل هذا السوق هذا. فدائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما الان كان هذا اللقاء مع السيد مدير سوق الجمله هنا بمكناس، واللي الحمد لله يعني قربنا من مجموعه من النقاط، لا على المستوى التنظيمي، على المستوى البنيه التحتيه، على المستوى المستقبل ان شاء الله اللي كيتسنى التاجر المكناسي وكذلك الفلاح ديال مدينه مكناس. فمره اخرى كنشكرك السيد المدير، كنتمناو الجميل والاجمل لمدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه والتاريخيه اللي كتستحق انها تكون في مصاف الدول الرائده كما قالها السيد الرئيس سابقا في احدى حملاته. فكنتمناو الخير للجميع. كان معكم منير من هنا من اداره السوق المركزي سوق الجمله عفوا. الى اللقاء مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. شكرا سيد المدير. شكرا لك.